بدي أخبركم اليوم كيف تلاقيت بالرب. أنا عن عمر تقريبا حوالي 4 أشهر بيجوا على البيت بياخدوا بي من البيت، لأنه بي كان حدا ملتزم سياسيا، فبياخدوه تقريبا على سوريا تقريبا مدة شي 4 سنين بربا بلا بي. فهذا الشيء عمل لي على كبر مثل حقد. عن عمر 7 سنين 8 سنين تقريبا بفوتوني أهلي على الكنيسة، بصير حدا ملتزم بالكنيسة، بعيش حياتي تقريبا بالكنيسة، بنفس الوقت بكون عم بتعلم. عن عمر 13 سنة بلش هيك شوي اتفتح على الحياة، مثل كل شاب بلش بدي أعرف شو فيه بالحياة. أنا خلقت ببرج حمود وربيت ببرج حمود، والجو عنا ببرج حمود تقريبا منه كتير نظيف. فعن عمر 16 سنة بتفتح أكتر على الحياة، بصير بدي أعرف أنا ليه شاب، بدي بلش لقي رجوليتي، كوننا نحن عايشين بمجتمع شرقي، أنا خلقت شاب، يعني أنا عندي رجولة، يعني أنا كلمتي ما بتصير اثنين، يعني أنا اللي بقوله أنا هو المظبوط. فكنت كتير مغنج أنا، وهذا الشيء خلى راسي يكون كتير كبير، خلاني يكون حدا كتير عنيد، حدا كتير واثق بحاله لدرجة إنه شو ما بعمل أنا بيكون مظبوط. فعن عمر 17 سنة تقريبا كون بعدني عم بتعلم، فوت ببلش اشتغل. فبنفس الوقت كون عم بتعلم وعم بشتغل، فوت تقريبا بجو برج حمود، بجو الشباب تحت بالمنطقة، وهون ببلش الضياع بحياتي. بلش تقريبا بحياتي ضيع بين شغلي بين علمي بين أصحابي. فكشاب كانوا ينصحوني أهلي، بس ما كنت رد عليهم، لأنه كنت اللي أنا عم لقيه حلو، والشي اللي أنا عم لقيه صح، ورغباتي أنا هي اللي عم بعملها. فهون بلش الضياع، بلش شوي شوي ما عم تفكر بدرسي، روح على شغلي أكتر لأنه عم طلع مصاري، اندمج أكتر بجو المنطقة بأصحابي، بلش انفتح أكتر على السهر على الظهرات على كل شيء، عم طلع مصاري شاب. عن عمر 18 سنة تقريبا بياخدني كتير جو المنطقة، فبعد عن الكنيسة، بصير كل هدفي بالحياة هو السهر هو الظهرات، ارجع على البيت نهار السبت سكران، اوعى تاني نهار انزل على القداس اتناول، حس حالي انه خلص انا عملت واجباتي الدينية، ارجع نفس الموضوع نهار الاحد كمان ارجع على البيت سكران، نهار التنين اوعى على شغلي على مدرستي. بوصل لفترة ما بعود ابدا بنزل على الكنيسة نهار الاحد، جو المنطقة بيخدني على الاخر، بتعلم كيف بحششه، بلش انبسط بالدنيا، شوف هيدي الحياة هي هيك. بلش روح اكتر بجو المشاكل بجو المنطقة، وكله على السكت، ما بعود يعني ما حدا بيعرف عني شيء، كوني انا انسان كنت شوي بحياتي غامض شوي، ما بحب العالم تعرف عني انا شو بعمل، انا وين بروح، انا وين بجي، حتى اهلي. فتقريبا عم 19 سنة بقرر فوت على الدرك، فتت على الدرك وكانت خدمتي كتير مرتاحة، فقررت انه كفي حياتي طبيعية مثل ما كنت عايش. بس الشيء اللي عملته انه قررت انه وقف حشيش، بس ضليت عم دخن. بصير انا اخدم بالدرك وبنفس الوقت اشتغل برا، بصير طلع كتير مصاري، فبلتجي للسوبر نايتات. بالسوبر نايتات حطيت كتير مصاري، لقيت حالي انا شاب عم بلبي رغباتي الجنسية، عم بعمل اللي أنا بدي إياه بلا إرشاد، بلا ما حدا يقول لي أنت عم تعمل صح أو أنت عم تعمل غلط. كنت كتير عنيد، وهذا الشيء وداني لمطارح ما كان لازم روح عليها، وداني لأنه كب كل مصرياتي، كب كل شيء عم طلعه على أشياء، على السوبر نايتات وعلى البنات وعلى كتير أشياء أنا ما كان لازم أعملها. بسنة 2013 تقريبا كان صار عمري
22 سنة، 21 سنة، 22 سنة، في بنت صديقتي تدعيني على اجتماع بقلب كنيسة. أول مرة بعتذر بقول ما بدي، ترجع الجمعة اللي بعدها ترجع تدعيني على اجتماع بالكنيسة، فأنا حشريتي تاخدني لهونيك على هيدي الكنيسة. الشي اللي بتفاجأ فيه انه بيكونوا كلهم شباب من عمري عم بيصلوا عم بيحكوا مع الله، لقي فيهم شي غريب، شي انا ما بحياتي شايفه. هيدا الشي يمكن لفت لي نظري بمطرح من المطارح، بمطرح من المطارح لقيت نقص، نقص هن موجود فيهم انا منه موجود عندي. هيدا النقص الموجود فيي انا هن موجود، هن منه موجود عندهم. ف بنبسط، برجع فل الجمعه الثانيه اللي بعدها كمان بتدعيني على اجتماع الصلاه، برتاح اكثر، بيكون في شاب عم بيعطي شهاده حياته، عم بيخبر كيف الله غير له حياته، بنبسط، بقول انه اف معقول هيك، معقول الله هيك بيعمل. انا كان عندي فكره عن الله انه هو بحبنا وهو بعت يسوع على الحياه لحتى يخلصنا، هيدي هي كانت فكرتي عن حياه المسيحيه، وانا مسيحي وانا بدي دافع عن مسيحيتي، انا هيك خلقت لانه هيك ربيت. ما كان عندي فكره انا ليه مسيحي ولا انا شو مطلوب مني انا كانسان على هالارض. ترجع تدعيني تالت جمعة، تالت جمعة بنزل بحس بفرح، بحس بشي ما كنت قبل عم بحسه أبدا، مع أنه كنت عم بعمل كل شي بحياتي، بس كنت ضل عايش بفراغ قبل، كنت ضل قبل حس بنقص، أرجع من سهرتي سكران، كون زهقان، حس بفراغ، شو بدي أعمل؟ أنه وهلأ بعدين شو بدي أعمل؟ بدي نام؟ بدي أرجع أوعى تاني نهار؟ زعلان ما في شيء عندي اعمله. هذا الشيء اللي ما لقيته بهالجماعه. تالت جمعه بس دعتني خلص الاجتماع انبسطت كثير، حسيت انه في حضور لله بين هالشبيبه، كلها شباب من عمري، فبيقولوا لي انه بركي بنظهر سوا. بظهر معهم، بيقوم شاب من هالشباب بيقول لي نيكولا شو رايك نروح نصلي سوا؟ فأنا بقبل، منحدد نهار لحتى نروح نصلي سوا، بيكون هيدا نهار ب 22 آب 2013، نتفق على وقت وبنطلع، منروح نقعد نصلي سوا أنا وشبان وبنت. وهونيك كانت لحظة فصل بحياتي، هونيك بلت الرب، هونيك أنا فعلا تبت، عرفت انه الله عم بيعيط لي، الله كان ناطرني. اللي صار هونيك نتناقش سوا، بيقولوا لي وين هو الله بحياتك؟ فبصير احكي مثل كل هالعالم انه انا بساعد وانا منيح وانا هيك، بس جواتي كنت عارف انه انا مني هيك. بيقوم شاب بيقول لي خلينا نقرا انجيل سوا، بيفتح هو النص، بغمض انا عيوني، انا بكون عم بسمع وعم شوف قدامي نص الابن الضال، بالوقت يلي هو الشاب كان عم بيقرا نص تاني. بس خلصنا بيقول لي كيف كان الانجيل؟ قلت له كانه الله حكاني، كانه انا ابن الضال. قال لي بس انا ما كنت عم بقرا نص الانجيل لابن الضال. فتفاجأت هون انا، وكانت صدمه لالي لأنه أنا كنت عم بسمع كأنه حدا عم بيقرأ لي إنجيل ابن الضال. فبلحظتها أنا عرفت أنه الله كان عم بيقول لي أنه أنت ابن ضال، بهالوقت أنت رجعت لعندي. نهارتها كان أول نهار بحياتي يمكن أنا ببكي، بكيت لدرجة أنه ما قدرت أوقف دموعي، ركعت وقلت له أنه يا رب أنا بسلمك حياتي، وكنت صادق كتير بهالشيء. بلحظتها حسيت انه في شيء تغير بحياتي، الرب اجا فات على حياتي فعلا، صار هو كل حياتي. من لحظتها انا التزمت بالكنيسة،
صرت صلي، صار عندي كل يوم وقت مخصص مع الله، كل يوم اقعد اقرا انجيل. الانجيل كتير كتير فادني، كتير خلاني اعرف مين الله، انا ليه مسيحي، انا ليه جيت على هالدنيا، انا شو دعوتي. من لحظتها كان تغيير بحياتي، اهلي لاحظوا على هالتغيير، حتى هذا الشيء اثر بمطرح المطارح على اهلي، انتبهوا انه ابنه بدل ما كان يرجع الساعة 5 على البيت وستة وجه الصبح سكران ومش عارف كيف بده يفتح الباب، صاروا يوعوا يلاقوه قاعد عم بيقرأ انجيل، صاروا يسمعوه عم يحكي رفقاته، عم بيقول لهم الخلاص بس بيسوع، عم بيقول لهم طوبوا رجعوا لعند يسوع. بصير نبش انا على كنيسة فعلا يكون فيها كلمة الله، فعلا الله يعطيني الشيء اللي انا بحاجة له. انا كشاب كنت ضايع، بحاجة لكتير، بحاجة للرب يغيرني، للرب يشيل مني كل هالوسخ يلي كنت عايش فيه قبل. بروح على كنيسة الناصرة البشرية، وهنيك بتبلش مسيرتي فعليا مع يسوع. انا هلأ بخدم بقلب الكنيسة من بعد 3 سنين مع الرب. انا هلأ بخدم بقلب الكنيسة، انا بفريق تسبيح، الرب حطني بفريق تسبيح، يمكن عطاني موهبة صوت بقدر مجده فيه، بقدر سبحه فيه، وهلأ عم بيستخدمني فيه. أنا بدي أقلك وقلك لكل شخص عم بيشوفني أنه الرب ناطركم مثل ما هو ناطرني. الرب ناطر أنه كل واحد يجي لعنده، كل واحد يتوب، كل واحد يسلمه حياته، لأنه حياتنا بلا يسوع هي ولا شيء. أنا عم بحكيكم عن خبرة، عن إنسان فعلا تغيرت حياته، فعلا سلم حياته للرب. أنا ولدت من جديد، أنا ما عدت نيكولايا اللي كان من 5 سنين، أنا هلأ نيكولا جديد، أنا هلأ نيكولا كل حياته للرب. هدفي بالحياة وصل رسالة يسوع على كل الأرض قد ما فيه، بشر وأحكي باسمه، قول للعالم أنه بلا يسوع ما في خلاص، هو نزل على الأرض، مات كرمالنا، انصلب، هو حمل خطايانا على الصليب. يسوع هو وحده بيستحق انه نعيش كل حياتنا لإله، هو يسوع وحده اللي بيستحق انه نكون مكرسين لإله ونحبه مثل ما هو حبنا بلا مقابل.